الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد فقط. وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. فلا بد أن نكون على هذا الطريق. لا نتبع الفرق الضالة. لا نتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم. كل طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق ضلال. ដែលមិនមែនជាផ្លូវរបស់នប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺជាផ្លូវដែលវង្វេង